عرفنا نحن البشر على مدى آلاف السنوات فقط بالنظر إلى البيئة التي من حولنا، إلى أن هناك العديد من المواد المختلفة، وهذه المواد المختلفة لها خصائص فيزيائية مختلفة أيضا، كاللون أو المقدرة على عكس الضوء وغيرها الكثير، ولا تتميز فيما بينها بالخصائص الفيزيائية فقط، ولكن أيضا عندما بدأنا بملاحظتها عن كثب تعرفنا أن لها خصائص كيميائية تجعلها تتفاعل بشكل معين. وهذه هي الصور لبعض المواد. هذا هنا يتكون من الكربون وهو الجرافيت، هذا هنا هو الرصاص ليد، وهذا الذهب جولد. نعم طبعا، وجميع هذه المواد في الصور أمامكم جميعها في حالتها الصلبة، وهي تختلف كثيرا بخصائصها أو بخصائصها عن بعضها البعض، وسوف نتعرف في هذا الفيديو والفيديوهات القادمة على السبب الرئيسي الذي أدى إلى اختلاف هذه المواد بخصائصها. رائع. طبعا وهناك مواد أخرى في حالة السيولة وأخرى تكون صلبة، ويمكن تحويلها إلى سائل عند رفع درجة حرارتها. إذا رفعنا درجة حرارة الذهب مثلا أو الرصاص لدرجة عالية يمكن أن يتحول إلى سائل، أو إذا قمنا بحرق الكربون على سبيل المثال يمكننا أن نحصل على حالته الغازية ويمكننا تحريره إلى الغلاف الجوي. هذه الأشياء لاحظتها البشرية منذ آلاف السنين. رائع. وهذا يقودنا إلى سؤال منطقي كان يعتبر سؤالا فلسفيا، ولكن يمكننا الآن الإجابة عليه. وهذا السؤال هو: إذا قمنا بكسر بنية هذا الكربون مثلا إلى أجزاء أصغر فأصغر، هل توجد قطعة تعتبر الأصغر، أو هل يمكن التوصل إلى أصغر وحدة من هذه المادة شريطة أن تبقى تتمتع بخصائص الكربون؟ أرجو أن يكون السؤال مفهوما. وإذا كنا سنقوم بطريقة ما بكسر هذه الوحدة فإنها ستفقد خصائص الكربون، والإجابة هي نعم يمكن. طبعا نطلق على هذه المواد المختلفة، هذه المواد النقية التي لها خصائص محددة في درجة حرارة معينة وتتفاعل بطرق معينة كما ذكرنا، نسميها العناصر elements. الكربون عنصر، الرصاص عنصر، والذهب أيضا عنصر. وربما تقولون أن الماء عنصر، وسابقا اعتاد الناس اعتبار الماء عنصرا، ولكننا نعلم الآن أن الماء مكون من عناصر مختلفة، فهو مكون من الأكسجين والهيدروجين، وكل العناصر التي نعرفها مسجلة هنا في الجدول الدوري للعناصر. يرمز للكربون بالرمز سي، وسأمر سريعا على بعض العناصر المرتبطة بالإنسانية، ولكن بمرور الوقت ربما ستتعرفون على كل هذه العناصر. هذا هو الأكسجين، وهذا هو النيتروجين، وهذا السيليكون، وهذا هو الذهب، وهنا الرصاص. وأصغر وحدة لأي من هذه العناصر تسمى ذرة. رائع. أتوم. فإذا قمنا بأخذ قطع أصغر فأصغر 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 فسنحصل في النهاية على ذرة كربون. كرروا نفس الشيء هنا مع الذهب، وستحصلون في النهاية على ذرة الذهب، ومع الرصاص وستحصلون على ذرة الرصاص أيضا، ولن نتمكن من تكسير الذرات بعد هذا. رائع. وفقط حتى نتخيل هذا، في الحقيقة أنا أجد صعوبة في تخيله أحيانا. هذه الذرات هي صغيرة بشكل لا يصدق، صغيرة جدا بشكل لا يتخيل. فمثلا الكربون، دعونا نأخذ الكربون. الشعر مكون من الكربون، في الحقيقة معظم أجسادنا مكونة من الكربون، معظم المخلوقات الحية مكونة من الكربون. دعونا نتخيل أن هذه الشعرة سأرسمها هنا، وهي مكبرة بهذا الشكل، مقطع عرضي منها. نعم. وإذا سألتكم مثلا كم يساوي عرض هذه الشعرة من ذرات الكربون؟ بوضوح أكثر، إذا أخذنا هذا المقطع العرضي من الشعرة وسألنا كم عدد ذرات الكربون في عرض الشعرة هذه، احذروا، ها أنا أستمع، قولوا 100، 1000، 10000، 100000. لم تحذروا، خسرتوا من الرهان. هناك مليون ذرة كربون بعرض شعرة الإنسان العادي، مليون ذرة كربون، وهذا الرقم بالطبع تقريبي، فهي ليست مليون بدقة، ولكن هذا يعطينا إحساس بمتناهيات صغرها، لذلك أشعر بصعوبة في تخيل الذرة وحجمها. حاولوا أن تتخيلوا أنتم ولا تكونوا مثلي قليل التوسع في الخيال. رائع. إنه من الصعب حتى رؤية عرض الشعرة. تخيلوا سيكون هناك مليون ذرة كربون بعرضها، اقتنعوا لوحدكم، لا تحاولوا إقناعي أبدا. الآن إذا تعرفنا على الوحدة الأساسية لبناء العنصر وهي الذرة،
ولكن ما هو أكثر إدهاشا أن ذرة العنصر تتكون من جسيمات أصغر منها. لا تغلقوا الفيديو، أنا لا أمزح أو أضيع الوقت، هذه هي الحقيقة. ذرة الكربون مكونة من جسيمات أساسية أصغر منها، وأيضا ذرة الذهب وجميع الذرات كذلك. طبعا وهذه الجسيمات المكونة للذرة تكون محددة بعددها لكل ذرة، فإذا قمنا بتغيير أعدادها في ذرة الرصاص مثلا، فإن ذرة الرصاص ستفقد خصائصها الأصلية ويمكن أن تتحول إلى ذرة عنصر آخر أحيانا. وفقط حتى نفهم هذا بطريقة أفضل، دعونا نتحدث عن هذه المكونات الأساسية للذرة. أولا سأبدأ مع مثلا البروتون، وهو في الحقيقة المحدد، ستدركون ما الذي أقوله بعد قليل. وسأتكلم عن النواة أيضا، هذا هو ما يحدد العنصر defines. وإذا نظرنا إلى الجدول الدوري هنا، فإن العناصر في الحقيقة مكتوبة فيه حسب العدد الذري، والعدد الذري هو عدد البروتونات في العنصر. وطبقا لهذا التعريف، الهيدروجين له بروتون واحد، والكربون له 6 بروتونات، والهيليوم له بروتونان. لا يمكن الحصول على كربون له 7 بروتونات، إذا حدث هذا فسيكون نيتروجين ولن يكون كربون. الأكسجين له 8 بروتونات، إذا استطعنا بطريقة ما إضافة كربون بروتون آخر سيصبح فلورين. ولذلك فالبروتون يحدد العنصر بهذه الطريقة، إذا defines the element. إذا العدد الذري هو number of protons يساوي is equal to atomic number، أو ما يسمى بالعدد الذري كما ذكرنا. ويتم وضع هذا العدد عادة هنا أعلى رمز العنصر. والمكونان الآخران للذرة، وأعتقد يمكننا تسميتهما الإلكترون، إلكترون والنيوترون بهذا الشكل. والنموذج الذي بإمكاننا البدء ببنائه وتخيله سنراه الآن سيصبح موجز وتجريدي أيضا، والكثير من الطرق يمكن وصفه بها، ولكن إحدى الطرق للتفكير به هي أنه لدينا البروتونات والنيوترونات، هما يكونان نواة الذرة. فمثلا الكربون كما نعلم لديه 6 بروتونات، لذلك هي هكذا، رائع. طبعا ولديه نظير آخر سيحتوي على عدد آخر من النيوترونات، بإمكاننا الحصول على نظائر أخرى من الكربون لديها عدد مختلف من النيوترونات، سنتطرق لموضوع النظائر فيما بعد. ولذلك في عدد النيوترونات يمكنه التغير، الإلكترونات يمكنها التغير كذلك، وسيظل العنصر على حاله. إذا غيرنا عدد البروتونات سنحصل على عنصر آخر. دعوني أرسم نواة كربون 12، إذا أضفنا 6 هنا، إذا فهذه هنا هي نواة ذرة كربون 12، وفي بعض الأحيان سنضيف أيضا 6 عدد البروتونات أيضا. والسبب في كتابته كربون 12 هو وجود 6 نيوترونات وستة بروتونات في نواته. إذا 6 بروتونات وستة نيوترونات كما ترونها هنا في هذه النواة. إذا هذا هو إجمالي مجموع بروتونات ونيوترونات في النواة. وهذا الكربون طبقا للتعريف عدده الذري يساوي 6. يمكننا إعادة كتابته هنا حتى نتذكره، الرقم 6. إذا كربون 12 له 6 بروتونات وستة نيوترونات في نواته. ونظير آخر من الكربون، كربون 14، سيكون لديه 6 بروتونات ولكن له 8 نيوترونات. ولذلك فعدد النيوترونات يمكن التغير. إذا كان كربون 12 محايدا، وستفهموا من هذه الكلمة بعد ثواني، إذا كان محايدا فسيكون له أيضا 6 إلكترونات. سأرسم هذه الإلكترونات الستة هنا كما ترونها الآن. وإحدى الطرق، وهذه ربما الطريقة الأولى لفهم العلاقة بين الإلكترونات والنواة، هي أنه يمكنكم تخيل أن الإلكترونات تدور حول النواة. إحدى النماذج التي نستطيع أن نتخيلها هو أنها تدور في مدارات حول النواة، ولكن هذا ليس صحيحا تماما، فهي لا تدور مثلما تدور الكواكب مثلا حول الشمس. ولكن هذه بداية جيدة لفهم العلاقة. وطريقة أخرى هي أنها تقفز من مكان إلى آخر، أو أنها تهتز حول النواة. سيتعين علينا أن ندخل في فيزياء الكم حتى نفهم فعلا طبيعة الإلكترونات وعلاقتها بنواة الذرة، ولكن كنموذج أولي نفكر به. في مركز هذه الذرة، ذرة كربون 12، توجد النواة. هذه لدينا النواة هنا كما ذكرنا، وهذه الإلكترونات تدور حول النواة. والسبب في أن هذه الإلكترونات لا تبتعد عن النواة، السبب في أنها تبدو مرتبطة بالنواة وتكون جزءا من الذرة، هو أن البروتونات تمتلك شحنة موجبة positive charge،
والإلكترونات تمتلك شحنة سالبة نيجاتيف تشارج، وهذه إحدى خصائص هذه الجسيمات الأساسية. رائع. عندما نبدأ في التفكير في هذه الأشياء سيصبح الأمر أكثر تعقيدا، ولكن نحن نعرف عندما نتحدث عن القوة الكهرومغناطيسية أن الشحنات المختلفة تجذب بعضها البعض، ولذلك أفضل طريقة للتفكير في هذا هي أن البروتونات والإلكترونات تمتلك شحنات مختلفة، لذلك فهي تجذب بعضها البعض. أما النيوترونات فهي محايدة، لذلك هي تكتفي بالجلوس داخل النواة، محايدة أي أن شحنتها متعادلة، ولكنها تؤثر في خصائص ذرات العناصر كما قلنا. حسنا، والسبب في أن الإلكترونات لا تذهب بعيدا من مفردها هو أنه يتم جذبها باتجاه النواة كما ذكرنا أيضا، ولها أيضا سرعات عالية جدا. في الواقع من الصعب تخيل هذه الأمور بشكلها العلمي إلا إذا تطرقنا لفيزياء الكم، وستبدو الأمور هناك أعقد بكثير. الآن يكفي أن نقول، انتبهوا جيدا، أنها تدور حول نواة الذرة وتبقى بالقرب من نواة الذرة. أعتقد أن هذه إحدى الطرق لفهم أو لبداية فهمنا لهذا الموضوع. ذكرت أن كربون 12 يتم تعريفه بعدد البروتونات، الأكسجين يعرف بأن له 8 بروتونات. طبعا الإلكترونات يمكنها التفاعل مع الإلكترونات الأخرى، يمكن لذرة أخرى أن تأخذ إلكترون من ذرة أخرى، وهذا في الحقيقة يشكل الكثير من فهمنا للكيمياء. هو يعتمد على عدد الإلكترونات التي تملكها الذرة أو ما يملكه عنصر ما، وكيف يتم أخذ الإلكترونات من عناصر أخرى وأيضا ذرات أخرى من نفس العنصر. يمكننا البدء بالتنبؤ بكيف تقوم نواة عنصر ما بالتفاعل مع نواة أخرى من نفس العنصر أو نواة من عنصر مختلف، كيف تتفاعل أو كيف يتم أو لا يتم ربطها أو يتم جذبها أو تنافرها مع ذرة أخرى من عنصر مختلف. فمثلا سنعرف الكثير عن هذا في المستقبل، من الممكن لذرة أخرى في مكان ما أن تجذب إلكترونا من ذرة الكربون لسبب معين. طبعا وسنتحدث عن عناصر مميزة تمتلك نواة متعادلة، نعم لها جاذبية للإلكترونات أكبر من العناصر الأخرى. ربما واحد من هذه العناصر ربما يمكنه جذب إلكترون من الكربون، وبعد ذلك سيملك هذا الكربون إلكترونات أقل من البروتونات، ولذلك فعندها سيكون لدينا 5 إلكترونات، وبعد ذلك سيكون لدينا شحنة موجبة كلية. ولذلك ففي الكربون 12 كان لدينا 6 بروتونات و6 إلكترونات تلغي الشحنات بعضها البعض، أما إذا فقدنا إلكترونا فسيكون لدينا 5 منها وفقط، وبعد ذلك سيكون لدينا شحنة موجبة. وسنتكلم بالتفصيل عن هذا كله في قائمة فيديوهات الكيمياء، ولكن مأمول أن تكونوا الآن قد أدركتم أنه بإمكاننا أن ندخل في وحدة البناء الأساسية هذه المسماة بالذرة. وما هو أكثر روعة أن وحدة البناء الأساسية هي مكونة من وحدات بناء أكثر أساسية كما رأينا، وهذه الوحدات يمكن نقلها بين الذرات لتغيير خصائص الذرة أو تنتقل من ذرة عنصر ما لذرة عنصر آخر. أراكم عن قريب، بالتوفيق.